حد من مندوب الانديه الثانيه سواء مندوب حوريا الغيني او مندوب النادي الاهلي في القرعه؟ طبعا اتكلمت مع الكابتن محمد يوسف مدرب العام والقائم باعمال مدير الكره، قال لك احنا تابعنا الثلاث فرق اللي كان الاهلي متوقع يقابل حد فيهم، وطبعا فبالتالي تابع فريق حوريا الغيني، فريق الى حد ما فريق قوي، يمتلك وسط ملعب قوي، يمتلك خط هجوم قوي، وطالما تاهل الى دور الثمانيه يبقى فريق يستحق المتابعه ويستحق ان الاهلي يعمل له الف حساب. كلمت مع مندوب فريق الوداد المغربي الكابتن محمد طلال امين مال الوداد، اللي اتكلم بكل ثقه وقال لك احنا هنفوز على وفاق سطيف الجزائري وهنقابل النادي الاهلي المصري، هنا بقى اللي هيكسب هو اللي هيكون موجود في النهائي. يمكن ده راي الكابتن محمد طلال، وطبعا تمنى فوز فريق الوداد، قال لك احنا كسبنا الاهلي الموسم اللي فات، فبالتالي يعني انا من حقي اقول وانت من حقك تقول طبعا ان الاهلي يكسب، ولكن انا بقول لك من دلوقتي اللي هيفوز من مواجهه الوداد باذن الله طبعا في حرب الدول الاربعه والنادي الاهلي المصري هو اللي هيكون هو صاحب هذه البطوله. وايضا اتكلمت مع الكابتن عادل غيث امين سر فريق النجم الساحلي، لاني عنده مواجهه صعبه جدا مع الترجي التونسي، قال لك ديربي تونسي قوي جدا، جماهير اعلام، هيكون عيد في تونس، الكل بيعمل له الف حساب، ولكن باذن الله المباراه هتمر مرور الكرام وفريق النجم الساحلي هو الذي سيتاهل. يمكن دي كانت ابرز لقاءاتي اليوم بعد اجراء القرعه. شكرا جزيلا شريف شعبان موفد قناه الاهلي الى مقر قرعه دوري ابطال افريقيا. اصل في نقطه مو عشان كده هم معترفين بالخطا. بمجرد ما تبقت الاربع فرق دول كان لازم يعلن بدون قرعه ان الاهلي وحوريا مع الجانب الاخر وفاق سطيف والوداد. ليه؟ لان ممنوع فرقتين كانوا في مجموعه واحده يلعبوا بعض. وهو اعلن ان ده في الاول، يعني حتى يبقى ما كانش فيه مجال، وفي خطا حصل في الكمبيوتر، لا ما فيش مجال لسحب القرعه، هو اللي غلط. انت مدام انت مدام وصلنا لهذا الموقف يبقى خلاص حوريا اوتوماتيك مع الاهلي. فما كانش في مجال، ولما اتسحبت القرعه عملت المشكله بالظبط، لكن مشكله تفهمها الجميع، واللي عايز يكسب بقى ما هو لازم يكسب كل الناس. صحيح. يعني في الاخر يعني ما هياش الفروق اللي تخليك تقول يا ريتنا مع ده ومع ده، ربنا يستر. كنت بقول لحضرتك